السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أستاذ وليد متوكيل على بركة الله. بالنسبة لحصة اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيها الاشتقاق ديريفاسيون، غادي نعرفوا كيفاش نخدموا ديريفي. هذا الدرس هذا مهم بزاف، مثلا هنا كتشوفني كاتب دوزيام باك، يعني عندو امتداد في الثانية بكالوريا، خاصكم تضبطوا هذا الموسم هذا إن شاء الله بإذن الله. عرف عندكم الضغط ديال الجهوي ولا بريباراسيون بالنسبة للريجيونال، ولكن خاصنا ما نساوش هاد لابارتي هادي. الوغ في لا سيري حطيت بزاف ديال لي زيكزامبل، غادي تقدر تلقى السوليسيون ديالهم في لاباج فيسبوك، دونك باش تستافد اكثر. يعني هاد لي سيري كاملين اللي حطيت راه غادي نحطهم بالسوليسيون، غادي نتبعهم بلي فيديو. غندير مباشره للاشتقاق، كيفاش ندير اشتقاق واحد الداله عدديه، لان كتكون عندنا اشتقاق داله عدديه، يعني ديريفي دي فونكسيون نيميريك. الوغ ندير الاشتقاق خاصني نتعلم ليها مزيان عاد باش غادي نشوفوا لي زابليكاسيون اللي كاينين معاه. بون الاشتقاق، ملي كنقولوا الاشتقاق ديريفي نورمالمون كنشتق، شنو غادي نقول اشنو هذا الاشتقاق؟ هذا كتكون عندي واحد الداله اف، وهاد الداله اف كندير ليها الاشتقاق باش كنزيد لقدام، وكتعطيني اف وكنرمزوا الاشتقاق ببريم، اف بريم او لا اف فتحه، اف بريم اف فتحه. دونك هذه كتكون عندي هنا داله اف، اما هنا كتكون عندي المشتقه، هنا فين كيكون عندي المشتقه، هنا فين عندي ديريفي اف بريم، يعني هذا هو الرمز ديال الاشتقاق بصفه عامه، كنرمز للاشتقاق باف بريم. مزيان، غادي تقول لي ما معنى اف بريم؟ غادي نجي لي زيكزامبل، ولا غادي نجي لهاد ليكزامبل اللي عندي هنايا، اف دو اكس ايكال دو اكس، باش نتفاهموا انا وياك مزيان، اف دو اكس ايكال دو اكس، اف دو اكس يساوي جوج اكس. هنا عندي الداله اف، الا بغيت ندير لها الاشتقاق لان غادي نبدا من الصفر من ازيرو حتى نوصل لصيغ الاخرين، دونك هنا اف بريم دو اكس. كتبت هنا البريم ياك، يعني دابا كندير في الاشتقاق تساوي 2. كاين اللي ما غاديش يفهم، هنا في الاشتقاق الا كانت عندي جوج في اكس كتبقى هي 2، بمعنى غنكتبهم كاملين اللي كاينين هنا، اف دو اكس تساوي 1 على 2 اكس، اف دو اكس تساوي ناقص 1 على 2 اكس. هادو مجرد قواعد، من بعد غندخل في لي ديتاي اكثر ونقول لك علاش علاش غيبقى غير هاد العدد. بحال هنا ملي غنكتبو اف بريم دو اكس تساوي 1 على 2 كتساوي هاد العدد اللي كاين هنايا، ملي غنكتب هنا اف بريم دو اكس يعني اشتقاق الداله اف تساوي ناقص 1 على 2. فاش تكون عندكم اكس الله يرضي عليكم، هذا من اسهل الامثله، زول هذاك الاكس، مثلا اف دو اكس تساوي اكس، قلت لكم انا زول لي هاد الاكس، هذا اكس شنو هو المعامل ديالو هنا؟ 1. اذا اف بريم دو اكس، اف بريم لي اكس تساوي 1، حالة اف دو اكس تساوي ناقص اكس، وساين لي سيري الاخرين لان غادي يكونوا مهمين والفيديوهات القادمه، اف بريم دو اكس تساوي ناقص 1. ملي جاتني هنا ناقص 1 هاي كاينه موان زا، دونك كنحيد دائما هذاك لو اكس. هذا اسهل مثال، شنو هذا المثال؟ ملي كتكون عندي اف دو اكس تساوي ا اكس، يعني كاين عندي اكس اللي هو المتغير ديالي، هو لونتيسيدون، هو السابق، كاين اكس، كتكون عندي انا اف بريم دو اكس ايكال ا، كيبقى عندي غير ا، العدد اللي كاين حدا اكس. مثلا نكملوا في الامثله، اف لي اكس، اف لي اكس تساوي جذر مربع 2 اكس، حيد اكس، حيد هاد اكس هادي، يعني اف بريم دو اكس تساوي جذر مربع 2. صحيح، كنظن دابا راه غتولي الفكره واضحه. مثلا اف دو اكس ايكال ناقص جذر مربع 2 اكس، كنكثر انا في الامثله عاده في الخدمه ديالي باش تفهم، دونك اف بريم دو اكس تساوي ناقص جذر مربع 2. مثلا اف دو اكس تساوي جذر مربع 2 على 5 في اكس، اذا اف بريم دو اكس تساوي جذر مربع 2 على 5. كان اتاكي دائما غير المعامل المباشر للعدد اكس، كنمشي عند المعامل ديال العدد اكس، هنا كان 1، هنا كان 2، هنا كان جذر 2 على 5. صاي الوغ اون فا كونتيني. مثلا اللي غيكون سالب، يعني اف دو اكس ايكال ناقص جذر مربع 3 على 5 في اكس، ناقص جذر مربع 3 على 5 في اكس، اكس هنا مضروبه في ناقص جذر مربع 3 على 5، دونك اف بريم دو اكس يعني الشقاق اف، الشقاق اف
هي الرمز هو اف بريم ايغال موان لا غاسين دو 3 سور 5 ناقص جذر مربع 3 على 5. كنخلي غير المعامل دائما. هذه طبعا ملي يكون عندي عدد مضروب في اكس مازالين هذه هي لا باز. الوغ نشوفوا دابا عاود ملي غادي يكون عندي الدوال على الشكل التالي. ملي غيكون عندي هذا النوع من الدوال مثلا اف دو اكس يساوي اف دو اكس يساوي اكس اس 3. يلا تبع معايا باش تفهم هادشي اللي كاين هنا. اذا اف بريم دو اكس تساوي كنشوف الاس هنا هو 3. اول حاجه غادي ننزل الاس 3 هي 3 اللي كاين هنا كتنزل وكنكتب اكس اس 2. انا نشرح لك انا شنو درت. هاد 3 هذه اللي كاين هنا غادي نبقاو نقصوا منها دائما درجه وغادي تنزل هذا المعامل. ممكن ما تفهمش هنايا ولكن المثال القادم غادي نفهموا به. مثلا اف اكس يساوي اكس اس 4 شحال عندك اخويا في الاس؟ عندك 4 ياك. نزل ليا كتب اف بريم دو اكس نزل الاس هو 4 وكتب اكس اس 3 راه كانت عندي 4 ولات 3. هذا هو الشقاق اف دو اكس يساوي اكس اس 5. هنا في اف الاس راه هو 5 اما في اف بريم غتنزل 5 كمعامل وغتولي اكس اس 5 ناقص 1 هي 4. اف دو اكس تساوي مثلا دابا حسب السلسله 2 اكس اس 4. اذا اف بريم دو اكس 2 ثابته الاس هو 4 خاصو ينزل خاص الاس تنزلو لتحت. اكس الاس ديالها كان 4 غيولي 3. اذا اف بريم دو اكس تساوي 2 في 4 8 اكس اس 3. اف لإكس تساوي 3 اكس اس 3. هاد 3 هادي كاينه ديجا كاينه ياك. اذا اف بريم دو اكس تساوي 3 ديجا كاينه كنخليها في الاس في 3 خاصني 3 تنزل ونقص من الاس 1 ديما غتنقص من الاس 1. يعني الا كانت عندنا اكس اس 4 غتولي اكس اس 3 اكس اس 3 اكس اس 2 اكس اس 5 غتكون اكس اس 4 اكس اس 4 غتعطيني اكس اس 3 اكس اس 3 غتعطيني اكس اس 2. هنا اف بريم دو اكس اذا اف بريم دو اكس عندي 3 في 3 هي 9 اكس مربع. اف دو اكس يساوي 4 اكس اس 3. اف بريم بريم ما تنساش البريم الله يرضي عليك 4 ثابته يعني كتبقى ثابت. هذا الثابت خاصو يبقى ثابت في بلاصتو. الاس كنمشي كنريزوني على اكس شحال عندي في الاس 3 خاصني ننزلها 4 في 3 اكس. قلنا الاس الا كانت في 3 غتولي 2 راه بحال غير كنلعب. اف بريم دو اكس يساوي 12 اكس مربع. الا تبطلت الشقاق غادي تولي مزيان وغادي تمشي بارفي. يعني العام الجاي غادي تلقاه بزاف 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 كاع الدروس كاملين داخل فيهم الشقاق. جذر مربع 2 اكس مربع فوالا. تبع معايا هنا عندي في الاس جوج جوج الا نقصنا منها واحد يعني غتبقى اكس كاينه اكس مربع. والا كانت اكس مربع ستصبح اكس غادي تولي غير اكس واخا. اف بريم ما كنساش رمز الشقاق بما انكم يلا غتدخلوا الشقاق يعني شي حوايج جداد عليكم. جوج هنا جذر 2 ثابته الاس في 2 قلنا كنزلوها وكنكتب اكس. منين جاتني اكس جوج نقص منها واحد اف دو اكس يساوي 4 اكس مربع. عندك اكس مربع اذا الا بغيتي تزيد خاصك تنقص من اكس مربع واحد شحال غتبقى اكس. اف بريم دو اكس تساوي 4 في 2 في اكس. هاد الجوج هادي غتقول لي منين جات. ها هي هنا في الاس ديما الاس خاصو ينزل. اف بريم دو اكس تساوي 4 في 2 هي 8 اكس. هنا راه بقى اس واحد واحد ما خاصنيش نكتبها. هذا النوع ديال الدوال هي الدوال التي تكتب على شكل مثلا اف لي اكس تساوي اكس اس ان. ان ان اونتي ناتوريل نونيل عدد ان ما غيكونش غير صفر عدد صحيح طبيعي من غير صفر.
جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة ناقص أربعة وما إلى ذلك. اف بريم دو إكس خاصني إن تنزل إكس و إن نقص منه دائما واحد، لأن الأس دائما نقص واحد، دائما عندك الأس ناقص واحد، الأس دائما غتبقى تنقص منه واحد في الشقاق. إكس أس ثلاثة خاصها تخرج ليا إكس أس جوج ونزل ثلاثة، إكس أس ربعة خاصها ربعة غتنزل وغتبقى إكس أس ثلاثة ونزل ربعة، إكس أس خمسة كنزل خمسة ونكتب إكس أس ربعة، إكس أس ستة وغادي بحال هكا، إكس أس ستة غتنزل ستة وغادي نكتب إكس أس خمسة، إكس أس سبعة غنزل سبعة وغنكتب إكس أس ستة، إكس أس ثمانية غادي ننزل ثمانية وغادي نكتب إكس أس، قبيلة قلت أنا وقلت لكم ناقص واحد ناقص جوج ميكسكيوز هذا صحيحة طبيعية، ثمانية شحال غيبقى عندي هنا؟ سبعة، فينالمون إكس أس 2021 خاصني ننزل 2021 ونكتب إكس أس 2020، الأس نقصت منه واحد، هذا ما يهم الدوال اللي عند نفس السلسلة. الوغ ندوزو دابا نوع اخر من الدوال، السلسله راني حطيت لكم كما قلت لكم التصحيح ديالها، كنتمنى هذا الفيديو هذا يفيدكم بزاف واعتذر على التاخر وعلى التاخير في وضع السلسلات. اف دو اكس يساوي نظرا لتحضير بعض الامور خاصه بالثانيه بكالوريا بالنسبه للموسم القادم، لان يعني كنوجد في واحد الفيديوهات على اي اكس مربع زائد 3 اكس، عندي هنا جوج دابا ديال الحوايج، كنكتب اف بريم دو اكس تساوي اكس مربع زائد 3 اكس وكندير لها بريم، اف بريم دو اكس هنا عندي جوج، بحال الا عندك جوج ديال الاشياء اكس مربع وعندك 3 اكس، يعني كدير اكس مربع الشقاق الرمز ديال الشقاق هو البريم، وكدير 3 اكس بريم، خاصك طول النفس تبع باش تشد لا ميثود في الماجين. الاس هنا هو جوج، قلنا الاس ينزل ونقص منه واحد، يعني جوج ناقص واحد هي واحد غتبقى اكس، زائد الشقاق 3 اكس هو 3 حيت اكس ما عندي ما غادي نقص واحد غادي يبقى ليا صفر، دونك الشقاق 3 اكس هو 3، هادشي قلناه هنا للتوضيح، يعني ملي تكون عندي اكس راه الاس ديالها هو واحد، الاشتقاق هو واحد ناقص واحد هي اكس اس صفر، واكس اس صفر راه هو واحد، هادشي علاش قبيله قلنا الشقاق اكس هو واحد، الشقاق 3 اكس الشقاق اكس هو واحد غتبقى 3 ثابته. للفهم اكثر تبع معايا، اف لي اكس تساوي ناقص اكس زائد واحد، انا غادي نصبر باش نكمل لك لا سيري دونك حاول تصبر معايا، اف لي اكس تساوي ناقص اكس زائد واحد، اذا اف بريم لي اكس تساوي ناقص اكس زائد واحد، بريم يعني اشتقاق ناقص التعبير كامل اللي هو ناقص اكس زائد واحد، اف بريم 2x تساوي الشقاق ناقص x زائد الشقاق 1، صافي قلنا نشق ناقص x وانا نشق 1، f بريم 2x اشتقاق ناقص x هو ناقص 1، اشتقاق x هو 1، اشتقاق ناقص x هو ناقص 1، اشتقاق 2x هو 2، اشتقاق ناقص 2x هي ناقص 2، زائد اشتقاق واحد هو صفر، دونك كتعطيني ناقص واحد، علاش؟ واحد عدد ثابت، راه سي تان غيال، الشقاق ديالو هو زيرو، ما فيش اكس، حنا كنشقوا التعابير، اشتقاق واحد يساوي صفر، اشتقاق اثنان يساوي صفر، اشتقاق ناقص واحد يساوي صفر، اشتقاق جذر مربع اثنان يساوي صفر، اشتقاق جذر مربع ثلاثة يساوي صفر، اشتقاق جذر مربع خمسة يساوي صفر، الشقاق واحد على اثنان يساوي صفر، الشقاق ناقص واحد على اثنان يساوي صفر، يعني اي عدد ثابت اذا كان عندي عدد ثابت ودرت ليه الاشتقاق اذا كان عدد ثابت بوحده غادي يعطيني صفر عقل على هذه المسائل. نكمل في السلسله احبتي، اف لي اكس تساوي جوج اكس اس ثلاثه زائد اكس مربع ناقص واحد، مثال بسيط جدا، اذا اف بريم لي اكس تساوي 2 اكس اس 3 زائد اكس اس 2 ناقص 1 وندير الاشتقاق بريم،
اف فتحه دو اكس اف بريم دو اكس تساوي الشقاق 2 اكس اس 3 نوزع على الشقاق الشقاق اكس مربع زائد الشقاق ناقص 1 او لا ناقص 1 بريم اف فتحه لي اكس اف بريم دو اكس ايغال عندي 2 3 غادي تنزل هنا اكس عندي الاس 3 غادي يبقى ليا 2 زائد عندي هنا 2 غادي تنزل غنكتب اكس و2 غنقص منها واحد ديال الاس يبقى واحد ناقص واحد عدد ثابت اذا شقاقه صفر اف بريم لي اكس تساوي 2 ضرب 3 6 اكس اس 2 زائد 2 اكس وهذا هو الشقاق يعني مجرد مساله ممارسه تمرس اكثر غادي تولي مزيان اف لي اكس ورجاء تبعوا الاجزاء المتبقيه ورجاء خدموا هادشي هذا مزيان في الدار اكس اس 2 زائد اكس نظرا لاهميته زائد 1 نظرا لاهميته في الموسم القادم ان شاء الله باذن الله راه الا ما كنتيش كتعرف الشقاق غتلقى صعوبات كثيره وكبيره تبع الاجزاء المتبقيه الله يخليك كبر الوعي ديالك وتبع الاجزاء المتبقيه باش تستافد اكثر واكثر واكثر اف بريم لي اكس تساوي اكس اس 2 زائد اكس زائد 1 اذا اف بريم لي اكس تساوي عندي اكس اس 2 اذا الشقاق اكس اس 2 ها هو بريم زائد الشقاق اكس زائد الشقاق 1 ما تنساش انه واحد عدد ثابت اف بريم لي اكس تساوي الشقاق اكس اس 2 خاصني ننزل الاس يعني الاس ينزل هي 2 اكس علاش كتبت انا اكس لان جوج نقص منها واحد زائد الشقاق اكس مازال عاود كاتب الشقاق اكس هو واحد الشقاق ناقص اكس ناقص واحد اذا الشقاق اكس هو واحد الشقاق واحد هذا عدد ثابت الشقاق هو صفر دونك هذه هي الشقاق ديال الداله الله يرضى عليكم كنا كنعرفوا ان الداله تزايديه او تناقصيه الموسم القادم ان شاء الله غنبقاو نعرفوها تزايديه او تناقصيه بالشقاق يعني ان فقره مهمه ومهمه جدا الى وصلتي لحد لهنا دير واحد التعليق زوين بارطاجي مع صحابك لو ماكسيموم بوسيبل ايدونتيفي ليا وطاغي ليا كاع صحابك في الفيديو في لي كومونتير باش يستافدوا منهم وباش نزيد نخدم كثر وباش نزيد نشاد كثر فوالا دونك نكملوا بالنسبه لباقي السلسله وخلي لي الاهتمام ديالك يعني واش نسجل لكم باقي الفقرات اولى اف لي اكس لان غادي نخلي الفقرات المتبقيه كل سلسله غادي نعطيها حقها اف لي اكس يساوي 1 على 2 اكس اس 2 ناقص 2 على 3 اكس اس 3 لاحظ معايا الله يرضى عليك اف بريم لي اكس هنا نطرق لواحد المساله 1 على 2 اكس اس 2 ناقص 2 على 3 اكس اس 3 بريم عاود تكتب التعبير كيف ما هو وصلي بريم اف بريم دو اكس دابا انا ضرب الدارجه غادي نوزع هاد البريم على هادو بجوج يعني غتولي 1 على 2 اكس مربع بريم ناقص 2 على 3 اكس اس 3 بريم غندير دابا الشقاق اف بريم لي اكس تساوي 1 على 2 عدد ثابت ولكن ما تقولش الشقاق ديالو هنا صفر راه مضروب في اكس مربع راه مضروبه في اكس دونك هذاك العدد اللي في اكس راه ديما خاصو يبقى انا كنقول لك غير الا كانت 1 على 2 بحدها 1 على 2 في الاس مالو خاصو ينزل نزل لي الاس هي 2 اكس هي عندها في الاس 2 كنبقى لعبه غير بالاس كنقص 1 ها هو بقى 1 ناقص 2 على 3 راها مضروبه في اكس يعني خاصها تبقى في اكس ماشي تقول لي الشقاق ديالها هو زيرو هنا راه الشقاق ديالها من بعد ملي تشوف واحد القاعده اخرى غادي تفهم شنو تنطبقون 2 على 3 في الاس ديال اكس هو 3 ينزل الاس ينزل الاس ينزل الاس يعني 3 في اكس الاس عنده 3 كان عنده 3 خاصو اللي عنده 2 بعد الشقاق اف بريم لي اكس هنا بلا ما نكملوا في العمليه الحسابيه لانه واضح نختزل هنا عندي 2 مع 2 تبسيط و3 مع 3 في التبسيط نقل هذاك الشيء اللي بقى لك بقات لك واحد اكس هي اكس ناقص بقات لي 2 اكس اس 2 وين اجدر احبتي نكمل اذا بالنسبه للداله المواليه التعبير الموالي اف لي اكس يمكنكم الحصول على السلسله طبعا من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بالاستاذ وليد متوكيل اذا اكس اس 3 زائد 5 اكس اس 2 زائد 5 اف بريم الشقاق
الدالة يعني اف بريم الاشتقاق. نعاود نكتب نفس التعبير، نكتب نفس التعبير يعني اكس اس 3 زائد 5 اكس مربع زائد 5 بريم. اذا اف بريم لي اكس يساوي اكس اس 3 بريم زائد 5 اكس اس 2 بريم زائد 5 بريم. يعني فرقت هنا الاشتقاق، كنوزع الاشتقاق الله يرضي عليك، كنت كاتب التعبير كامل الاشتقاق بحال اللي عندك ا زائد بي زائد سي، بحال الا كانت عندي ا زائد بي زائد سي غير للشرح بريم، راه غنمشي غادي ندير ا بريم زائد بي بريم زائد سي بريم، يعني كنفرق على داكشي كامل اللي كاين، هادشي اللي درت انا. اذا اف بريم لي اكس تساوي اشتقاق اكس اس 3، كنلعب بالاس، اول ايطاب ينزل الاس، فهم ينزل الاس، نزل الاس هي 3 اكس، الاس هو 3 كان 3 يصبح 2، انا غنطلقك ديما كان 3 في الشقاق، كان 3 لان الشقاق كنزيد المستقبل كنزيد القدام، الشقاق راه كنديروا به دي بروبا كنديروا به في النشر الجويه كيخدموا به بزاف ديال الحوايج في الفيزيك من بعد ما غتفهموا من بعد في التعليم العالي. زائد عندي هنا 5 في المعامل راه مضروبه في اكس خاصها تبقى، ما تقولش لي هذا ثابت لان هذا كامل حد واحد. نسولك على الاس، شحال عندك الاس هنا؟ جوج، نزل لي 2 هي 10 ياك، راه اللي تيولي يحسب مزيان تيدير نيشان 5 في 2 10 كيكتب 10 اكس، الاس كان جوج شحال غيولي؟ واحد، حيت نقصنا منه واحد. زائد الشقاق عدد ثابت هو بوحدو دابا 5 هنا بوحديته هو صفر، دونك اف بريم لي اكس غنمشي للضرب 3 اكس اس 2 زائد 10 اكس، هذا هو التعبير. وبالمناسبه اذكر بالنسبه للثانيه بكالوريا ان شاء الله باذن الله الموسم القادم غادي يكون واحد العرض ان شاء الله باذن الله، غير باش نوصل لواحد الامور يعني غيكون واحد العرض في الرياضيات، غادي يكون عرض رائع ان شاء الله باذن الله، واعدكم ان غادي يكون في بزاف ديال التمارين وبزاف ديال الحلول وبزاف ديال الامثله وبزاف ديال الشرح، وغادي يكون بواحد الثمن اللي هو رمزي غادي يتادى على كل شهرين تقريبا او 3 اشهر، غادي يكون رمزي 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 جدا يعني ما غاديش يشكل عائق. الوغ نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، من بعد ان شاء الله ما تساليو السيزيام يعني امتحان الجهوي. كاين بعض التلاميذ كانوا كيستافدوا من عندي من الدروس اونلاين يعني الدروس عن بعد، هاد المره هذه غادي نخرج باش نعممها اكثر، وغادي يكون بثمن يعني جد جد مناسب، واكيد ان غادي يكون العرض يعني العرض غادي يكون متميز كما عهدت مع الاستاذ وليد متوكل، يعني دائما نعمل بجد ونحاول دائما ان نكون عند حسن ظن التلاميذ، يعني كنحاول دائما انني يعني وقا نضحي شويه ببعض الامور باش نحط واحد المحتوى يكون جيد، وهذا واسعى لانه يكون احسن واحسن واحسن ان شاء الله باذن الله، من اجل تميز التلاميذ طبعا، يعني من اجل تميز التلاميذ من جهه، ومن اجل انني نصم واحد البصمه في لاكارييغ ديالي وتكون واحد كارييغ جيده ونقيه بحكم ان المهنه شريفه ولله الحمد. الله ييسر لكم حتى نتوما. اذا نكمل هنا للاشاره فقط، انا شرت للعرض باش ان شاء الله الموسم القادم مع البدايه غنبدا نسجل فيديوهات، غادي نبدا نبارطاجي اكيد طبعا ان غنبقى نبارطاجي حتى في السوشيال ميديا، ولكن غادي يكون عرض خاص لان غادي يكون عنده امتيازات اخرى. اذا نكمل على بركه الله، على بركة الله. إذن وصلنا للمثال الموالي، اف لي اكس يساوي اكس اس 5 زائد اكس اس 4 زائد اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 1. اف بريم لي اكس نحسب مشتقات العدد اكس، إذن هي اكس اس 5 نعاود نكتب نفس التعبير زائد اكس اس 4 زائد اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 1. اعتذر، هنا كندير رمز الاشتقاق كيف ما قلنا قبيله، غادي نفرق الاشتقاق اف بريم لي اكس، هنا ما كاينش المعاملات، يعني اكس اس 5 بريم زائد اكس اس 4 بريم زائد اكس اس 3 بريم زائد اكس اس 2 بريم زائد 1 بريم. اذا اف بريم لي اكس غادي نلعب دابا بالاس، كان اس 5 خاصو يولي 4، مع العلم خاصني ننزل 5، دونك 5 اكس اس 4 زائد 4 اكس اس 3 ديما الاس خاصو ينزل، زائد اس كان 3 غادي يولي 2 و 3 كتنزل، هاد الجوج هادي كتنزل وكتبقى اكس، والاشتقاق واحد ثابته هو صفر. كنتمنى الامر انه يكون واضح. باقي لي واحد المثال غادي نزيدو حتى هو، يعني السنوات اللي حنا فيها دابا، اف لي اكس تساوي
اكس اس 2020 زائد اكس اس 2021. اذا اف بريم لاكس تساوي اكس اس 2020 زائد اكس اس 2021. هنا كندير رمز الاشتقاق اف بريم لاكس. هنا الاس 2020 غادي تولي 2019 و2020 فين غتمشي؟ غتنزل لتحت ديما بحال هذا اكس اس 2019. هنا الاس هو 2021 غادي ينزل 2021 اكس اس 2020 نقصنا من الاس واحد. اذا بزاف ديال الامثله خدمنا علاش باش تستافدوا وباش تفهموا. اذا كنت مهتمين بالجزء الموالي فرجاء اخبروني بالتعليقات، خليوا كلمات جميله وزوينه من جهه محفزه ومن جهه اخرى كتخلي الفيديو انه يطلع. يعني طموحي ان تكون القناه ديالي من القنوات الكبرى ان شاء الله باذن الله الموسم القادم، لان شاهدت فيها بزاف وضحيت بها في بزاف ديال الامور. اتمنى انها تطلع باش توصل لعد اكبر فئه ممكنه من التلاميذ بدون هدف مادي او لهدف ربحي، لان كانوا عندي اهداف اخرين وعندي دي زوبجيكتيف اخرين، لهذا كنشاهد فيها حاولت انني نوصل كل واحد الفكره ديالو، يعني كل واحد الافكار ديالو. اذا هذوك التعاليق وهذوك لي جام او الاعجابات وهذوك لي بارطاج فبيان سور كتعاوني بهم باش انني نزيد لقدام، يعني كخدمه فقط لهذا المجهود هذا، هذا يعني فضلا وليس امرا. كما اتمنى لكم احبتي التوفيق ان شاء الله في باقي الدروس، والتوفيق ان شاء الله باذن الله في الامتحان الجهوي والحصول على نقاط جيده ان شاء الله باذن الله. وليد متوكيل يحييكم، احبكم في الله، موعدنا في الجزء القادم ان شاء الله باذن الله. ما تنساش لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك جوزام.